شكرا للزملاء علي سعيد الكعبي ومحمد حسين. في الدقيقة قبل الأخيرة بنديتو يشعل المباراة الكبيرة. الشوط الأول ينتهي لصالح بوكا جونيورز عن طريق هذا الهدف الذي سجله بندنتو بعد أن اخترق مدافعي ريفر بليت وانفرد بحارس مرماهم ليضع الكرة على يسره معطيا الأفضلية لبوكا جونيورز الذي يتقدم بهدف نظيف قبل نهاية الشوط الأول من السوبر كلاسيكو في إياب نهائي الكوبا ليبرتادوريس هنا في السنة.